السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم تيتشر سمر في فيديو جديد في قناة منوعات ولغات. ما ننساش ندوس لايك واشتراك للقناة ونفعل زر الجرس عشان يظهر لكم كل جديد، ده اولا. طب ثانيا، لازم ان احنا بنتابع الفيديو لاخره علشان دايما بقول لكم بنزل الشيتات والفلاش كاردز اللي انا بنزلها الخاصة بالاسئلة او بالكلمات الجديدة اللي احنا خدناها، ودايما بنوه عن صفحة الفيسبوك باسم سمر محمد برضو اللي بنفتح فيها اللايفات وبنستقبل فيها الشيتات الخاصة بالاولاد، وكمان الفيديوهات بتاعة الاولاد بتنزل كاملة عليها. طبعا ده بيأثر معاهم جدا وبيبقى حافز ليهم، فبالتالي ما ننساش نسمع الفيديو لحد اخره علشان لكل الديتيلز الخاصة بالفيديو او الخاصة بالشيتات بتنزل في الاخر. اول حاجة هنبدأ فيها النهاردة، زي ما قلت لكم الفترة دي انا مركزة على سن التأسيس، ازاي يستفاد معانا بشكل اسرع، ازاي نقدر نفيده باغاني كتيرة وحاجات كتير قوي يحفظها بشكل سهل جدا عشان يساعد مامته في البيت لو هي اللي بتتابع معاه مش مع تيتشر. النهاردة هنتكلم عن الشيبس اللي هي الاشكال الهندسية، او هنتكلم عنها بس بالمصطلحات بتاعتها باسمها، بلس ان احنا هنقول عليها في الاخر اغنية بسيطة جدا. اوكي، هنعلمكم الاول كتابتها وبعد كده بعد ما هنعلمكم الكتابة بتاعتها هنغنيها عشان نقدر نفيد الاولاد الحلوين بتوعنا. اول حاجة هناخد circle 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 يعني دائرة. triangle 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 اللي هو المثلث، triangle مثلث triangle. star star النجمة. square او ناخد الهارت الاول وهتفهموا ليه بعدين، الترتيب مهم علشان الاغنية بتاعتنا. star heart rectangle rectangle المستطيل، والمربع في الاخر square square. يلا دي كده الاشكال الهندسية بتاعتنا، وكلمة اشكال يعني shapes، اشكال shapes. circle دائرة triangle مثلث star نجمة heart قلب rectangle المستطيل، واخر حاجة سكوير المربع. دي شيبس الاشكال الهندسية بالانجلش. طب بعد تيتشر سمر ما كان اتهمنا واقول لكم حروفها سريعا، سي اي ار سي ال اي سيركل سي اي ار سي ال اي. يلا الولد يجيب ورقة وقلم ويشتغل معايا ويغني. سي اي ار سي ال اي تراينجل تي ار اي اي ان جي تي ار اي A-N-G-L-E في آخر الكلمة. star S-T-A-R S-T-A-R الهارت H-E-A-R-T. ما تنسوش تكملوا الفيديو للآخر عشان الأغنية هقولها في الآخر اللي هتسهل لنا كل اللي احنا بنقوله ده. rectangle دي أسهل حاجة ان انتوا تنطقوا لايتنوتي هيتكتب ريك R-E-C تان T-A-N جل G L E. آخر حاجة سكوير المربع S Q U A R E S Q U A R E S Q U A R E. طب يلا بقى وصلنا لفترة الأغاني اللي الأولاد بتستناها معانا، إزاي والنهاردة يقولوا بتعلموا يقولوا معانا أغنية الشيبس الأشكال. 3 2 1 يلا غنيها مع بعض، يلا نغنيها مع بعض. 3 circle 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 triangle triangle star and heart star and heart rectangle rectangle square. نعيدهم مرة تانية. circle 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 triangle triangle star and
and heart, star and heart, rectangle rectangle. وفي الاخر المربع square، والمربع square. نغنيها اخر مرة يلا مع بعض. circle 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 triangle hey triangle star and heart star and heart rectangle مستطيل rectangle سكوير المربع. كده بكون خدنا الاغنيه بتاعت الشيبس الاشكال، وكمان عرفنا بنكتبها ازاي، وكمان سهلنا الحروف والكتابه بتاعتها. يا ريت كل طلبه التاسيس يكونوا عارفينها معايا، ويبعتيلوا الفيديو بتاعي عشان انزلهم على صفحه الفيسبوك باسم سمر محمد عربي وانجليش. وما ننساش اللايك واشتراك القناه والكومنت الجميل بتاعك اللي بيشجعني بخصوص القناه علشان يوصل لكم كل جديد. نفعل الجرس. ثانك سو ماتش اند جود باي.